السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على الجماهير الجزائرية التي أدهشت الصحافة العالمية وصنعت الحدث في مصر. صحافة الجماهير الجزائرية دائما ويكون يكون عندها الشرف، الفريق الوطني يكون في دورة وين الجماهير الجزائرية تعطي نظرة كبيرة على المواطن الجزائري وتشرف المواطن الجزائري وتعرف العقلية تاع المواطن الجزائري. الحمد لله يا ربي، ويشلنا بزاف، شلنا شحال من خطا، وين ما يكونوا يمدوا صورة شابة وين الآخرة في جنوب افريقيا، في خاصة في البرازيل، وين صنعوا حدث كبير. الانصار الجزائرية، الجماهير الجزائرية، وين عطات صورة، وين هادو هنايا العصابة اللي دائما تريد تكسير تمزيق الصورة تاع المواطن الجزائري. شنو نعقل نهار اللي جينا من كوب دي مون ديريكت، أول مقابلة في الشامبيونة، جياسكا لياسما حداد قلبها، وين كان يخلص ناس باش ينوضوا فوضى، وينوضوا دائما يحوسوا يردوا يعطوا صوره للجزائر مكان والو، كيما يديروا القنوات تاعنا دائما يعطوا صوره كي والو على الجزائر. العمل تاعهم هذو اصحاب القنوات، ومشاني نهدر غير من راسي كيما هكا، مانيش نهدر غير من راسي، الخدمه تاعهم وهي تشويه صوره الجزائر بأي طرق، بالفريق الوطني، بالبطولة، بيدوز بصوالح كاع. هذو الناس لما يخدموا عندهم منهج يمشوا عليه، وهو تشويه صورة الجزائر والمواطن الجزائري. يعملوا كل شيء باش يخسروا الصورة تاع المواطن الجزائري. هذه حقيقة أنا نقول لكم فيها، ماش نهضروا هنايا. وين صنعت الجماهير المنتخب الجزائري الحدث بعد نهاية المباراة التي كانت بين المنتخب الجزائري والمنتخب الكيني في افتتاح الجولة الأولى من نهائيات كأس أمم إفريقيا بلقطة أكثر من رائعة، حيث قام الأنصار بتنظيف المدرجات الملعب بعد نهاية اللقاء، وهي الطريقة التي دائما ما الطريقة اللي تستعملها الجماهير اليابانية في ملاعبها. وقد صنعت هذه المبادرة تفاعل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة العالمية، حيث أثنى الجميع على هذه السلوك الحضارية من مشجعين المنتخب الوطني الجزائري، كما شجعت الجماهير الجزائرية المنتخب الجزائري طيلة 90 دقيقة بطريقة رائعة، وهو ما أدهش كل من كان في الملعب. هذيك يحوسوا يخسروا لنا الصوره، هذو الناس يحوسوا كنا نشوفوا الملاعب اليابانيه وين شلنا في الكوب دي موند، وين شلنا كيفاش ينظفوا الملعب، شلناهم كيفاش ينظفوا الملعب. حنايا اليوم اول فريق، اول بلد افريقي يدير هذه الصوره، يعطي هذه الصوره. خلينا بالك في بلاداتهم ينقوا ولا بصح، رانا نهضروا خارج الجزائر في يعطي صورة، يعطى الجمهور الجزائري يعطى صورة معبرة، صورة على المواطن الجزائري، وين أدهشت الصحافة العالمية الجماهير الجزائرية. بلي أنا بلي أول بلد اللي دار هذه اللقطة في الكوب دافريك، في لافريك كومبلي، في العرب، في لافريك، أول فريق اللي دار هذه اللقطة. كاين ناس لازم يكونوا، كاين ناس مؤطرين يكونوا ناس. هذا هو الجزائري، هذا هو الجزائري. دائما وما يكون يعطي صورة. قال لي تحقرني غادي تبغي تحقرني غادي نتلا غادي تشوف العجب، بصح تجي معايا حلو نجي أكثر منك. هذا هو الجزائري، هذا هو. عرفت علاه؟ هذا الصوالح من عرفت شو كيفاش ابهرنا العالم في المسيرات، ابهرنا العالم في 2014، ابهرنا العالم في لقطه داروها. عرفت شوف ما كاش اللي كان يقرا عليها، انا واحد من الناس ما كنتش نقرا عليها كاع،
وكاش اللي كان يقرا لها الناس كيفاش خمدت لها. هذا هو الجزائري، كيكون عندك ناس مؤطرين، ناس اللي غادي يمشوا لي سيبورتير. ان شاء الله بربي ما نعطوش لوكازيون للاتحاد الافريقي ولا لجنه تنظيم كاس افريقيا باش تعاقبكم، ولا نربحوا مكان لا اللي في نيجان اللي والو. عندنا نعرفوا نغنوا قادرين، فانيك الناس تعطوا الحان للعرب يغنوا، يعني كاين كاع الوسائل باش نفرحوا بطرق وخد اخرين، ما نفرحوش غير بالفيميجان. لازم نقيسوا هذوك الصوالح، دخلوا للستاد الحماس، ونعرف كيفاش الجمهور الجزائري كيفاش يضغط، كيفاش يشجع الفريق الوطني الجزائري. نعرفوا، رانا عارفين الفريق الوطني، رانا عارفين الانصار تاعنا. وفانيك ما ننساوش فانيك لازم تأطير ما بين المناصرين، التلاحم بيناتهم، ويكونوا يد واحده ورجل واحد ان شاء الله بربي. خاطش علاه رانا ما نقولوش بلي رانا وحدنا، ولا راهو معنا المغاربه، معنا التوانسه، راهو معنا. حسب المعلومات اللي شناهم في الاخر وكلش، قال لك بلي الانصار تاع المصريين شراو كاع التذاكر باش يدخلوا يناصروا السنغال. حنا الله يسهل عليهم، انا كل واحد حري، انا نبغي بلادي، انا ما غادي نسيبورتي بلادي، نسيبورتي ونسيبورتي المغرب، تونس وموريتانيا. موريتانيا غادي نسيبورتي، يعني موريتانيا ماذا بيا تفوت دوزيام تور، رغم ان مصح موريتانيا نتمناها تفوت دوزيام تور. واللي باي سيبورتي حاجه وحده اخرى، الله يسهل، الله يسهل عليه. حنايا حنا عندنا العالم تاعنا، عندنا بلادنا، المهم بلادنا يتلعب. اللي بيجي كونتر علينا، الله، من العرب اللي بيجي كونتر علينا الله يسهل عليه، ما نحوسوش، احنا نحوس نفهم شكاين. المهم نلعب، نشوف مستطيل اخضر، ما نشوفش الانصار، نشوف مستطيل اخضر شتكاين، ونفوزوا بالمقابله ان شاء الله بربي، ونهرسوا بزاف فام في هذو البلاطوات هذو اللي لا اله الا الله محمد رسول الله. كي تشوفهم، كي تشوفهم تحسب باللي الجزائر خسرت مشي ربحت، والله العظيم تشوف كيما كتشوفهم يهضروا، تحسب الجزائر خسرت 2-0 مع كينيا. واحد يهضر لك على الاداء كي والو، واحد يهضر لك على كينيا ضعيفه تقول ربحتنا. كل واحد وكيفاش، مش انا ماناش عارفين هذا السؤال. تحسب خرجوا لنا دمار شامل، خرجوا هذو اصحاب الحمامات من اللاعبين، لاعبين قدماء وبعض الاعلاميين، وجهوها ديريكت الفريق الوطني والمدرب. ما تبقى تشوف نتايا كوما يقولوا لكش على السكور، وتشوف قندوز، تشوف بالشيخ كيفاش، تشوف صايب كيفاش، ولا يهضر منه باللي اداء مكاشي، الاخر يهضر بقندوز على بالك ما يخبروكش على السكور، ما تتفرج ما يخبروك على السكور. والله تحسب الجزائر خسرت، تحسب لك زعما ما تتفرجش وما يكونش على بالك، ديرك دير الهداف ولا دير النهار، على بالك باللي تحسب باللي الجزائر خسرت ولا ما بالكمش. ماناش عارفين، حنا نقولوا لكم ونزيدوا نحذروكم فاني غادي نهار الجمعة تحملوا المسؤولية تاعكم الكاملة. خاطش علاه الشعب صايق، راكم شفتوا لي كومونتير، شفتوا في الفيسبوك، شفتوا في المواقع كيفاش دخلوا لكم في المواقع تاع الهداف وتاع النهار، كيفاش قصفوكم. يعني نقول لكم في الأخير نهار الخميس كاش ما كاش إن شاء الله بربي نربحوا المقابلة. بصح شتي لا، إلا كاش ما كاش ما تبقاوش تجو خير، خاطش علاه غادي انتوما ما زدتو. ونشدها لك يا بشيخ تاع قلت لهم باللي السنغال تعطيهم كف، انت راك جزائري، نقولوا انت راك جزائري، نقولوا باللي جزائري، انت داير روحك ماشي جزائري، انت كاع هذا الفريق ما يمثلك حاجه ما تمثلكش في هذه البلاد، انت شدتك حاجه ما تبغيش تمثل روحك بهذه البلاد. دائما دايرين الجزائر دوزيام شوا، هضر لك كاع الفرق الجزائر دوزيام شوا، تهضر على محرز تقول لا عادوا دايرين الجزائر دوزيام شوا. خرجتوا أسلحة الدمار الشامل على بالك، إي بشوية بشوية، مازال مازال مازال، شدوا شوية، مازال، شدوا تال دوزيام تور، شدوا تال كار دو فينا، شدوا شوية، هربوها، احشوها للشعب، هربوها، راكم معنا، راكم مع الفريق الوطني، ماشي معنا، مع بلادكم، ماشي معنا، حنا كاع جزائريين، ما كانش هذاك راه معنا وذاك كونتر علينا، نتوما راكم مبينين رواحكم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما عاد وين قريتو، ما عاد القلوب اللي راكم رابدينهم كي دايرين، مانيش فاهم أنا القلوب اللي راكم رابدينهم مش أنا عارفين، والله ما أنا عارفين كاع،
حنا في الاخير تنقولوا نشكروا الانصار مايغري هما حنا رانا هنا في الجزائر وهما راهو في مصر راهم يمثلوا فينا وعطاو صوره شابه علينا حنايا الجزائري اللي ما راحش ولا المهم هما راهم مثلينا في ماك وكاع الشكر ليكم ان شاء الله بربي وربي يكون في عونكم ورانا موراكم حنا فانيكم مور الفريق الوطني الجزائري وتحيه الجزائر وربي يحفظكم وعندنا ديديكاس صغيره برك ذا عماد خونا بن صحراوي عماد بن صحراوي من ولايه تيرت وفانيك ما نساوش ناس عين دفله هذه هي وربي يحفظكم وصحيتو سليم سليمان تاع عين دفله صحيتو وربي يحفظكم.